ربنا يحمي الشناوي. الحقيقه الولد مجتهد ومنتمي، يعني من اكتر الحاجات اللي بتحسها في محمد انه الراجل ده مخلص الحقيقه، مدرك تماما لقيمه الكيان اللي هو بينتمي ليه. سوبر شناوي زي ما حضراتكم شايفين الحقيقه، والمستوى عالمي، ما حدش يقدر ينكر انه الحارس رقم واحد في مصر. والحقيقه الناس اللي بتشبهه بكبار حراس المرمى في العالم ما اعتقدش انها بتبالغ. كل التوفيق ليه. ويمكن اكتر حاجه من اكتر حاجات كمان اللي بتميز الشناوي انه ثابت، عنده ثبات شديد جدا في المستوى، رغم انه احنا وقفنا فتره طويله جدا، لكن ما شاء الله الراجل محافظ على نفسه وراجع فورمه.